ما زالت الخلافات والنقاشات جارية لبلورة المرشح المقبل لرئاسة الوزراء خلفا لعبد المهدي. من جهتها دعت كتلة الوطنية رئاسة الجمهورية للإسراع بإخراج البلد من المأزق السياسي الذي يمر به. أما ائتلاف النصر فقد حذر من إعادة العراق إلى نقطة الصفر مطالبا بإنهاء سطوة الأحزاب. أصوات أخرى توسعت في أفق انفتاحها مطالبة باختيار رئيس وزراء من المكون المسيحي، فيما طالب بعضهم باختيار امرأة لتولي المنصب على أن تكون مستقلة، في حين تحدثت مصادر نيابية عن بعض الشروط التي تعرقل اختيار بديل عبد المهدي خلال 15 يوماً.